اهم شيء انه نحن ما رح نخبي شيء عن المواطن، وباكد انه ما في ازمه. عندما أتت الأزمة الأوكرانية كان لابد من أن نجتمع لمناقشة التداعيات الممكنة أو المحتملة. هناك بعض المواد ارتفعت أسعارها نتيجة المشكلة القائمة، ارتفعت أسعارها ليس في سوريا وإنما في روسيا وأوكرانيا. في السورية للتجارة تعاقدنا على 25,000 طن من زيت دوار الشمس. 25,000 طن تترجم ب 25 مليون عبوة تماما اللتر الواحد، هي بتكفي كتير، وحتى بنقدر نرفع حصة المواطن من العبوة عبوات، يعني بصير بيقدر ياخذ تنتين بدل واحدة. هلا ممكن حدا يقول طيب القمح من روسيا بيجي، صحيح، بس في عندنا اجراءاتنا اللي ما بحب كثير صرح فيها لانه اللي بيعملوا العقوبات ما في داعي نقول لهم احنا شو عم نعمل. اهم شيء انه نحن ما رح نخبي شيء عن المواطن، وباكد انه ما في ازمه. توسعت دائرة الحرب ممكن نقول، وصارت على كل حلفانا. إيران تعاني ما تعاني أيضا من عقوبات وحصار، وروسيا عانت خلال الفترة الماضية في بعض العقوبات. حاليا توسعت الدائرة، وكان التوجه على روسيا للضغط عليها بشكل أكبر. قد تكون المرحلة القادمة أصعب قليلا نتيجة أن اعتمادنا في بعض القضايا اللي كنا عم نأمنها من الاتحاد الروسي أو من الأصدقاء الإيرانيين تلاقي صعوبات لم تكن موجودة في السابق، فلا بد من خطوات استباقية لدراستها وإيجاد سبل ووسائل لتأمينها في ظل هذه الظروف.